إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث أصبحت برامج المخيمات الصيفية ضرورة مهمة لكل طفل، وذلك لما لها من أهمية في تطوير مهارته الفكرية وتعزيز قدراته على تحمل المسؤولية وبناء علاقات صداقة خارج إطار المدرسة والعائلة، فضلاً عن أن المخيم الصيفي يساهم في ملء فراغهم خلال العطلة الصيفية الطويلة، ليكون المخيم الصيفي الطريق الأمثل لهم لجعل إجازتهم ممتعة ومفيدة في آن واحد. والحديث أكثر عن المخيمات الصيفية في مراكز الطفل، نرحب بالأستاذة نورة علي الشامسي، مديرة إدارة رعاية الطفل بالإنابة. حياك الله وصبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور، أهلا أخوي. يا مرحبا. إذن أستاذة نورة، نتحدث عن هذه المخيمات الصيفية التي تقدمونها للأطفال في هذا الصيف، نتحدث عن هذه المخيمات وأهميتها للطفل. طبعا احنا دائما في أطفال الشارقة نسعى إلى التأكيد على دورنا الفعال في تنمية قدرات ومواهب الأطفال، أيضا بالإضافة إلى تنشئة أجيال تساهم في خدمة مجتمعنا من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة ومتخصصة تساهم في تعزيز تجربتنا باعتبارنا نموذج يحتذى به بين المؤسسات المعنية بالطفل. جميل. بالإضافة إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها اكتشاف مهارات المنتسبين من خلال هذه البرامج والأنشطة التخصصية، واكسابهم أيضا مهارات علمية في الدورات المطروحة، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم خلال إجازتهم الصيفية. ممتاز. طيب أستاذة نورة، لو تحدثنا عن أبرز الأنشطة اللي تقدمونها للأطفال في إجازتهم الصيفية، ما أبرز هذه البرامج؟ ما هي البرامج التي لربما يتوجه لها الطفل بشكل مباشر ويحب أن يكون ضمن الفريق المنتسب لمثل هذه الورش وهذه الدورات؟ إحنا يشتمل عندنا المعسكر المخصص لأطفال الشارقة من برامج، مجموعة من البرامج والأنشطة التي تقام ضمن المسارات المعتمدة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وهي الفنون، الرياضة، العلوم والتكنولوجيا، الآداب واللغات، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية التي تحث الطفل على التفكير بإبداع وبالتفكير المبدع. جميل. طيب أستاذة نورة، مثل ما نعرف بأن تغيرت المخيمات، الورش، التجمعات فيما يطبق التباعد الاجتماعي في زمن كورونا، بتحدث عن هذه المخيمات اللي أنتم تنظمونها، كيف أصبحت وكيف تحولت الآن في زمن كورونا؟ طبعا احنا مثل ما تشوف أخوي أن أغلب المخيمات وأغلب المؤسسات ما خلينا جائحة أو مرض كورونا يوقفنا من هذا الشيء. جميل. أغلب المخيمات بالعكس طورت من تفكير المؤسسات اللي موجودة، من خلال تواصلت أيضا هذه المخيمات بالاستفادة من التقنيات الحديثة ورغبت المشاركين أيضا بالمشاركة فيها. طبعا احنا هذا الشيء وايد فادنا أيضا للأطفال، بحيث أنهم تفوقوا على أنفسهم في مخيمات زمن الجائحة مثل ما نقول، وأظهروا أثروا قدراتهم العالية اللي أكسبتهم المزيد من التدريب والمهارات في هذه الوسائل. جميل. طيب كيف تقبل الأطفال أستاذة نورة في هذا الشأن، بأن من بعد ما كانوا يتجمعون، بعد ما كانت هناك بعض من طرق التواصل مع أصدقائهم لربما اللي يلاقوهم في هذه المخيمات الآن أصبح عن بعد، كيف تقبل الأطفال وأيضا إقبالهم على مثل هذه المخيمات الصيفية عن بعد؟ طبعا انا حبيت اكد على نقطه ان احنا المخيمات بدات عندنا تقريبا عقب فتره التعليم عن بعد، فالطفل مثل بدا شوي يتعود على هذا الشيء في فتره التعليم عن بعد، انه صار وقت كبير وما شاف الزملاء واقرانه. احنا طبعا في المراكز عندنا ما وقفنا، لان احنا حتى قبل فتره المخيمات كانت عندنا الورش واللقاءات اللي هي على حسب كل مركز وكل منطقة، بحيث أن الأطفال يلتقون بمنشطينهم والإداريين الموجودين في المراكز عن بعد، بحيث أن إحنا نأكد على نقطة أن دائما إحنا الأطفال كانوا يقولون إحنا متولهين على المركز ونبني، فكانت في اجتماعات اللي هي عن بعد تصير لهم، بحيث أن يتم التواصل بين أقرانهم وأيضا معلمينهم. جميل. إذن أستاذة نورة، هل يتضمن هذا المخيم الصيفي برنامج المعسكر؟ ومتى سيبدأ؟ وأتحدث أيضا عن المشاركة في هذا المعسكر من الأطفال.
احنا طبعا مخيم الصيف بدا عندنا من يوم الاحد ولغايه ان شاء الله 3 اسابيع اللي هو من فتره 12 الى 29 يوليو من هذا الشهر. الساعه عندنا من الساعه 11 صباحا وحتى الثانيه مساء. بدات عندنا المخيمات مثل ما قلت هي تتناول يعني المخيمات هي على مستوى اماره الشارقه والمناطق ايضا التابعه لها الشرقيه والوسطى اللي فيها المراكز الخاصه باطفال الشارقه. طيب. احنا بدينا المخيمات وايضا عندنا احنا برامج عندنا برامج غير المخيمات اللي هي مثلا بيكون سيتم تنفيذ ان شاء الله برنامج اللي هو لقاء مع الشخصيه بحيث يتم من قبل الاطفال بناء على اختيار الشخصية التي ستتم أن بتكون الشخصية متواجدة للإجابة على تساؤلات الأطفال. وأيضا عندنا احنا برنامج رحلة إلى عالم الموسيقى انطلق أيضا في تاريخ 5 يوليو من هذا الشهر وسيستمر إن شاء الله أيضا إلى نهاية هذا الشهر. وطبعا هذا البرنامج تتخلل مجموعة من الورش التي تقدمها الملحنة الإماراتية إيمان الهاشمي. يا سلام. بالتأكيد إحنا ندعو أولياء الأمور وندعو جميع المتابعين بأن يكونون دائما على اطلاع لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأطفال الشارقة لمعرفة كل ما هو جديد من برامج وأنشطة. طبعا حسابنا في الإنستغرام اللي هو SAJCHC. جميل. إذا أستاذة نورة حديثك جدا ممتع عن ما يخص المخيمات الصيفية وهذه المعسكرات التي تأتي بالفائدة الكبرى على أطفالنا وأبنائنا في فترة الإجازة الصيفية. نسأل لكم التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة ولكم النجاح إن شاء الله في إسعاد أطفالنا وحمل هذه المسؤولية. شكرا لكم ما قصرتم. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى الختام، وفي الختام تقبلوا منا هذا السلام وهذه التحية إلى لقاء آخر يتجدد بكم ومتابعتكم لنا إن شاء الله غدا بنفس التوقيت. لذاك الحين تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عمر أحمد وتحية جميع طاقم العمل ودمتم بأمان الله.